اولا كنشكروا الموقع ديالكم على المواكبه لهذه الوقفه هذه، وكنتمنوا ان هذه المواكبه ديالكم ان شاء الله توصل الصوت ديالنا للمسؤولين اللي ما بغاش يوصل منذ واحد السلسله ديال الوقفات منذ 2011 اللي بدات. هذه الوقفه هذه هي عندها واحد المجموعه ديال الملفات المطلبيه للكثره ديالها حتى ما بقيتش قادر على السرد ديالها، لان هذه الجمعيه هذه تفتقر لابسط الشروط ديال العيش الكريم، حيث ان ما كاينش الطرقات ديال الدواوير، ما كاينش القنوات الصرف الصحي بالنسبه للمركز، رغم انه عنده يعني المنازل ديالو مربوطين بالماء الشاروب. ان دابا المركز ولا مستنقع للمياه العادمه، وهذا كيشكل خطر صحي على الاطفال ديال هاد الساكنه وعلينا كاملين. كاين المشكل ديال المركز الصحي اللي كيعاني حتى هو بدوره من غياب المستمر ديال الاطر الصحيه، وكيفتقر لابسط التجهيزات ديال الاداء المهمه ديالو. كاين غياب ديال الفضاءات السوسيو رياضيه ثقافيه بالنسبه للشباب، ما كاينش ملجا للشباب سوى القهاوي والالعاب ديال الترفيه، طبعا اللي كتساهم حتى هي في الانحرافات ديال الشباب وفي البليات وفي واحد المجموعه من المظاهر الاجتماعيه، مما كيؤدي لنا لواحد المجموعه ديال النتائج كارثيه. حنا بغينا نكونوا بحال المواطنين كاملين كنتمتعوا بالحقوق ديالنا وبالكرامه ديالنا، بغينا نكونوا مجتمعين في شي نشاط اللي يكون ثقافي رياضي، وما بغيناش نكونوا في وقفات. ولكن اللي عطى الله هو هذا، ان الجماعه يعني تفتقر لادنى شروط العيش الكريم. مثلا حنا عندنا ايام العطله هو الاحد كنطلعوا للسبيطار الاثنين ولا الاربعاء ما كنلقاوش الطبيب، يعني هاد الناس فين يمشيو؟ عينيهم يهبطوا حتى للسنيه درمله ولا حتى لطنجه محمد الخامس، ويعني ما كاينش شي حاجه اللي تقدر نمشيو شي سبيطار اخر من غير هذا. ملي كنطلعوا ما كنجيبوش شي سبيطار، يعني الطبيب كتبقى مشكله. الصحه اهم حاجه، اهم حاجه. والابناء مرادين، يعني مستوى العيش في خميس أنجرة صعيب، ومع التواطؤ ديال السلطه حيت قدمنا شكايه للسلطه بطبيعه انه ما كيحضرش، يعني ما قاموش بشي تصرف. فاش غيقراو ولادنا، فاش غيقراو ولادنا، انا كتابه امميه، مكتبه عموميه، واش كاينه شي جماعه، واش كاينه شي جماعه، واش كاينه شي جماعه، واش كاينه شي جماعه، واش كاينه شي. الوقفه هذه حنا مستمرين في المطالب النضاليه ديالنا، اشكال حضاريه الى غايه تحقيق المطالب. الساكنه الحمد لله ما تقدرش ترضى تبقى في الصمت ديالها، غادي تكمل المشوار ديالها الى غايه تحقيق المطالب ان شاء الله.